استهدفت الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت بثمان غارات على الأقل، شملت مناطق وأحياء برج البراجنة والحدث والسنترز والشياح والليلكي، وذلك عقب إصدار أوامر إخلاء إسرائيلية لأربعة مواقع فقط. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى سكنيا في بلدة كيفون بجبل لبنان، أسفر عن استشهاد ستة أشخاص وجرح 13 آخرين. كذلك استهدف القصف الإسرائيلي للمرة الأولى بلدة لقماطية في جبل لبنان، ما أوقع ستة شهداء منهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى جرح 11 شخصا آخرين.